السلام عليكم ورحمه الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقه جديده وداخل السلاكه ومتابعه الخصوص. قبل ما نتكلم في اي حاجه بنحب نشكر الناس كلها، من حين الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمه حلوه على دماغنا من فوق. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا نبي ما تنسوش تدعو لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وارحم موتاهم وموتى المسلمين اجمعين وكل من قال امين. النهارده ان شاء الله هيبقى متابعه السلاكه والاسوس، وهنشوف خير ربنا علينا وحط لنا ورقه وقلم وكراسه الصفرا. تمام يا رجاله؟ فالنهارده هنمسكها واحده بواحده كده مع بعضنا، بحيث اللي هو لسه يعتبر اول عش لينا ده. فاول عش لينا ده في عصب يبقى رايق كتير، وفي حمام بيجمع. يعني انا مش هقول لك بقى الحصى كله هيبقى رايق، لا، احنا بص هنمسكها نقطة نقطة كده عشان خاطر ان انت يعني ما تحضنش وتقوم والكلام ده كله. هقول لك اللي بيتم معايا واللي بنعمله في قلب السلاكة عندنا. فاحنا هنمسك التحضين، هنشوف الدنيا هتبقى ماشية معايا ازاي. وفي اسوس هنا برضو غزار ابتدت اللي هي ترمي معايا حصواية، وفي اللي رمى الاثنين، فانا هوريك انا الدنيا ماشية معايا ازاي. تعال كده. طبعا دولت الاسوس دولت اللي هم ثلاث اسوس سايبين على الارض، دولت لسه قرب يحصوا في الجردل ده. بص دول دولت محصين واحده، وادي ادي الثانيه. تمام. وكل حاجه بقى انت بتسيبها زي ما هي، ان كان تحضين ولا غزار. هنمسكها كده واحده بواحده كده مع بعض. ادي دول اهم، دولت قص حضان، رموا الاثنين. ماشي، تعالى هنا، هنا القص ده رمى واحده، كنت حاطط واحده بلاستيك شلت بتاعتهم وحطيت الثانيه اهو. بص تمام، بص القص ده النتايه دي اعطار، النتايه دي اساسا بتطلب حصى وبترقد وبتقوم الزغاليل والدنيا تمام. انا مش محتاج ليها دلوقتي، خليها زي ما هي. ماشي، هوريك بس حاجه، ادي اهو رمو واحده. طبعا بتزود الطواجن بتاعتك تحديق، عشان خاطر انت التحديق لما بتيجي تفرش في قلب الطواجن هم اصلا ناقصهم تحديق، فبيبداوا اللي هم ياكلوا من الطواجن ده، فالطواجن ايه بتخلص معاك تحديق، فانت بتزود لهم برضو شوية تحديق ساعة الحصر. بص الرمية واحدة متشالة ومحطوط لها ايه واحدة بلاستيك، لازم الحصر اوانطة ده او الحصر بلاستيك ده يبقى معايا. ودي هنا برضو حصوها بلاستيك، وهنا ادي حصوها بلاستيك، هنا لسه دي حصة واحدة ايه شلناها وحطينا حصواية بلاستيك. تمام، ادي اهو دول رامين حصواية، بتسيبهم زي ما هم زي ما هم كده في الطاجن بتاعهم. دول راقدين اهو الحصوايتين، لسه رامية التانية النهاردة اهو، بسيبها زي ما هي. انا سويت دولت رامين واحده، دولت دولت رامين واحده. انا ما بشيلش الحصى الا بتاع الحضان عشان ما يشرحش معايا، لان انا كده كده هبدا اللي انا هحضر. تمام، لسه صفحات، لسه ادي النقش مع البيضه دولت، لسه رميه الثانيه ايه، خد البول البيت برضه رميل التانية. لسه نفسي جاية دولت رمى الاتنين، الأسود والقطاطة هي دولت رميل الاتنين، المساود لسه، بسم الله ما شاء الله. طيب دولت هنا أهو، دولت تحتين رمى الحصويتين، يتكتب الجردل ده
عشان اوريك انا التقييد بيبقى عامل ازاي. الوجبات دولت الاثنين، الهولس دولت اثنين، الشخاش دول على ما اظن الاثنين اهو. حمده بالصلاه على النبي كله مقسم مع بعض. الاصفر مع الزرع وطيفه دولت الاثنين اهو. اللي على الوجبات دولت اول واحده. خدش ايش وبنادي دولت هتلاقيهم رامين الاولى اهي، وهتلاقي عليهم الثانيه. خدش دولت نفس القصه رامين الاولى والمتاع عليها الثانيه. الشخش ده هم رامين الاثنين اهو. الشخشول الاسود مع الحمرا دولت رامين الاثنين. السلام. طيب اول حاجه بتبدا اللي انت بقى تجس الحمام بتاعك ده، بتشوف اللي عليه حصى، بتبدا اللي انت تشتغل معاهم نص حبايه جلسه اهو. اول ما يعبوا حصى اهو تبدا اللي انت تشتغل معاهم من صوص اللي هو الكالسيوم دي 3 اف كده، للنتي اللي عليها الحصى. طيب بيرموا الاولى، بعد كده تعبي الثانيه تديها النص الثاني، ترمي الثانيه تديها النص الثالث، يبقى كل انت واخد لها حبيتين من اللي هو الكالسيوم دي 3 اف. طيب هنا بقى تعالى اقول لك انا بيتم ايه. ادي اول حاجه ايه دي كده الكشكول بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص بقى اهو، التاريخ جزار، تاريخ تحضير، تمام. تعالى بقى هنا كده اهو، بص كل ده 14 اهو كده، 14 11 14 11. رموا الاولانيه هتلاقي السكرتات رقم 3 زائد 6، سكرتها زائد 83 زائد 84، وتعطي 15، مساويك كل حاجه متأيده. تعالى هنا الناحيه الثانيه، التاريخ، التاريخ اللي هو 14 11 باب رقم 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 12 زائد جردة رقم 1، دولت اللي هم الحضان بتاعي. هنا بقى اللي هي الصفحة الأساسية بتاعتي ميعاد تاريخ الحصى، ميعاد تاريخ الحصى. هنا عندي الاتنين أهو، بكتب عليهم خلاص، وبكتب اللي هو اتنين دولت اللي هم كده خلصت الاتنين، تمام. وهنا نفس القصة، يعني انا اللي هو خلصه، انت فاهم ازاي، بكتب خلاص اللي هو ايه، وبكتب حصويتين بحيث اللي هم دولت اول حاجة بيبدأوا اللي هم يتحضنوا، دولت اول حاجة بيبدأوا اللي هم يتحضنوا. طيب تاريخ اللي هو ال 14 11 دولت تحديد، بكتب اللي هم اوائل القص، يعني القص الاصوص اللي هي الاولانية اللي هي ايه، باب رقم 1، يبقى عندي القص دولت هتلاقيهم مخلصين الحصويتين. عندي زائد باب 2 هتلاقي اللي هم قربوا يخلصوا هم، يبقى ترمي الثانيه. الجردل ده، الجردل ده كده رمت اللي هي اهو جردل رقم 1. في الجردل ده، ده يتكتب جردل رقم 3، ليه؟ لان هنا اول جردل، وادي الثاني اهو، وادي الثالث. ده بالنسبه للجرادد اللي هي عندي في قلب السلاكه، تمام. هسيب انا اللي هو الغزار رايد على قلب حصى، والتحضين على حصى بلاستيك، تمام. يعني انا الغزار دلوقتي رايد على قلب الحصويتين بتوعهم، والتحضين اللي بيخلص الحصوايه اول ما تحس الحصوايه بشيلها وبحط له حصوايه بلاستيك. تحس الثانيه ببتدي اللي انا اشيل لهم الحصوايه الثانيه، يبقى اللي تحت القص الحضاني الاثنين بلاستيك، تمام. اول قص معايا اللي هو مثلا هنا في الغزار خلص اللي هم الحصويتين زي السكرتات دولت، خلصوا الاثنين، بسيبهم ثلاث ايام وابتدي ان انا اكشف على الحصى بتاعي. طب القص دولت الحصويتين بتاعهم عمرانين، الحصويتين بتوعهم عمرانين، ببتدي ان انا احضنهم، واخش هنا بقى اكتب تاريخ التحضين بتاعهم اللي هم خلصوا يوم اصلا 16. يعني انا هاجي هنا اهو دولت كده، عندي اول الحصى ده كان يوم 14، عدى يوم، يعني هم رموا الاولانيه يوم 14، هتسيب 15 ويوم 16 يرموا الثانيه. طيب دلوقتي يبقى انا تاريخ الحضان بتاعي من اول يوم الحمام رقد فيه اللي هو هيبقى يوم ايه؟ يوم 16 يوم 17 في الشهر. ببتدي اللي انا اكتب التاريخ هنا اهو، بترخ واكتب القص الغزار بتاعي، واكتب اللي هو
رقم التحضين بتاعي، يعني هنا تاريخ اللي هو تاريخ ميعاد الحصى اللي هو ميعاد الرقد، هنا بكتب التاريخ بتاعه وبكتب القص الغزار وبكتب التحضين. وهنا الملحوظات دي لو هو بقى ايه دكر جديد، قص حصى حصوايه واحده، حصوايه مثلا ايه سكرتها زائد حصوايه مثلا مساويد، فبكتب كده جنبهم، بخلي الخانه اللي جنبيه دي فاضيه بحيث ان انا ايه لو حطيت حصوايه هنا وحصوايه هنا بدل ما بكتب على الحصى مثلا بكتب اللي هم الحصوايتين بتوعي في اللي هو الخانه دي. طيب مفروض اللي هو الحمام اللي هو الغزار ده ببتدي دلوقتي على الحصى ده، انا كده كده ايدي بس في قلب السلاكه قضمه ايد واحده، فانت عارف انت بتعمل ايه. لا انا ممكن دلوقتي اشغل القلم اللي هو الفلوماستر ده اهو، ببتدي ان انا اخش على الحصى الغزار ده واديله زي شرطه كده بحيث ان انا اعرف ان هم دولت ايه الحصويتين دولت حصويتين غزار، بس انا كده كده عشان ما حضنتش ولا عملت اي حاجه، فمعاد اول ما ببتدي ان انا احضن ببتدي بقى اعمل العمليه دي، اعرف ان دي حصاهم، اعرف ان هي دي لسه مثلا محصاه الاولى لسه محصاه الثانيه، ابتدي ان انا لما اجي احضنهم بدل ما ارجع للكشكول لا بخش القص دولت الحصويتين دولت متعلمين، ادام متعلمين يبقى هم دولت الحصويتين بتوعي الغزار. فدي طريقه بتبقى سهله بدل ما كل شويه ترجع للكشكول بتاعك، لا انت بتعلم الحصويتين اول ما يعمروا معاك تعلمهم ايه زي شرطه كده اهو، حضنتهم خلاص بعد ما اللي انت كشفت عليهم وابتدوا اللي هم يعمروا معاك، فببدا ان انا احضن. ده بالنسبه كده موضوع النهارده كده، حبينا بس اللي احنا ايه نوريكم كده اللي احنا شغالين بيه ونسالكم الدعاء مش اكتر ولا اقل. دي حصوايه متايه اهي من نتي دولت، ادي الحصوايه دي بتاعت البلق السودا دي لان هي دي اكبر واحده فيهم، امبارح لقيتها كده كانت راقده كده، وادي ان تم قصها ايه ورفع ديلها تمام اهو، ودولت لسه النتي دي بقى اللي هي بتتبدل على الحمام التاني ده لما احنا بنحضن حصويتين نبدا نريح النتاية. يعني انا بعد ما بحضن حصويتين الغزار بتاعي ما بقومش القص الغزار بتاعي، بسيبه رائد على حصويتين، وكل ده هنوريهولك بعينيك ان شاء الله تمام يا رجاله. بالنسبه لاسس الحضان دي كل واحد سكن الجردل بتاعه والدنيا هاديه فهو ده بتريح دماغك، لكن لو شاف في دكر فرد سيطرته في قلب الارضيه القص دولت احسن حاجه تحبسهم في قلب باب عشان ما تقديش معاك فيما بعد في مشاكل. احنا بنقول الاسس اللي هي بتبقى واخده جرادل دي الاسس دي تبقى حنينه، الاسس دي بترد على حصاها لو ربنا كرم وفكت زغلين ملهاش علاقه باللي حواليها. يعني بص عندك القص دولت اهم قص بيكسر مفيش مشكله، لكن في دكر يعني مثلا تلاقي ايه ماسك الارضيه ما يخليش دكر يطلع على النتايه بتاعته، احنا ما عندناش الكلام ده، اللي عندنا اللي بيعمل الشكل ده بنحطه في قلب الباب وبنريح دماغنا تمام يا رجاله. ده الفيديو بتاعنا النهارده، معلش الاطاله عليكم، الواحد برده لسه راجع من الشغل كده، فعبينا برده عشان خاطر اخواتنا وحبايبنا برده اللي هم ايه متابعين معانا قلب السلكه، فاحنا حبينا ان احنا نشارككم كده لحظه كده معانا واحده بواحده. والفيديو بتاعنا النهارده فيه كام معلومه كده، معلش برده ايه الواحد برده يعني مش عايز يضغط الدنيا لان هو ده اللي وارد، يعني هو ده اللي حاصل معانا في قلب السلاكة تمام يا رجالة. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد، كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله، يا احلى ناس في الدنيا.